تقدم مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بخالص العزاء إلى عائلة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والذي وفته المنية أمس الثلاثاء، وإلى الشعب الكويتي داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. وقبل بدء الاجتماع وقف رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة دقيقة حدادا على روح فقيد الأمتين العربية والإسلامية.